الأندلسي واش هو رقم الحلقة تاعنا اليوم؟ الحلقة اليوم 56، عندنا موضوع نتحدثوا فيه على سيارة الأجرة إن شاء الله. حلقة جديدة. مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم، مرحبا في عدد جديد من حصة كورونا ميديا. كما جرت العادة دائما أننا نتحدث عن كل ما هو جديد وله علاقة وارتباط بالكورونا سواء محليا أو في الشأن الدولي. البداية بالأخبار المحلية، وفي انتظار تعليمات من أجل عودة خطوط الترامواي إلى العمل، شركة ترامواي الجزائر تستمر في تجربة العربات من أجل التهيئة وإعادة إدماجها في الخدمة بشكل جيد وفوري، في انتظار كما قلت تعليمات صادرة من الهيئات الوصية بإعادة النظر وإعادة تشغيل خطوط الترامواي على غرار ما تم مع سائقي سيارات الأجرة الفردية الذين تم السماح لهم بالعودة والاشتغال منذ يوم أمس. من النقل إلى وزارة التربية، وزارة التربية تثبت تواريخ شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، حيث قالت بأن شهادة التعليم المتوسط ستكون بين تاريخي 7 و9 سبتمبر 2020، وأيضا شهادة البكالوريا ستكون ابتداء من يوم 13 سبتمبر إلى غاية 17 سبتمبر، وهذه التواريخ معني بها المتمدرسون والأحرار بحد سواء. في خبر آخر، الحديث مازال مستمر عن أسباب غلق المساجد التي قال الكثير أنه كيف لا تفتح على غرار أنه تم فتح الكثير من الأنشطة الاقتصادية. للإجابة عن هذا السؤال نسعد بربط الاتصال مباشرة بالأستاذ جمال غول، رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية. أستاذ جمال، أهلا مرحبا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا أستاذ جمال. الجميع يتساءل اليوم عن سبب عدم فتح المساجد، هل لكم وجهة نظر في الأمر؟ بسم الله. نعم. أما بعد، طبعاً الأمر الأول بدي أن ننبه أن تفاعلات الجزائريين اليوم عن المساجد. نعم. هذا ينم ويدل على تعلق الجزائريين بمساجدهم، على ارتباط الجزائريين الرباط القوي بتوحيد هذه المساجد، وهذا يدل من هذا الباب ينبغي ان يراها في كل الجوانب الاخرى التشريعيه والتنظيميه والتنفيذيه. الامر الثاني، المساجد، طبعا غلق المساجد جاء بناء على معطيات انتشار الوباء وخوف انتشار العدوى وعدم التحكم الوباء. اليوم المفروض اذا بناء على نفس المعطيات، كيف هذه المعطيات اذا كانت الى درجه الخوف عدوى هذا الوباء مع موانع اللي ادت الى غلق المساجد، اي وجوبا ان تفتح تلك الموانع الى غلقها. وش نقولوا؟ نقول بانه اليوم غلق المساجد وفتحها لا ينبغي ان يخضع باي حال الى اي اعتبارات اللي على اساسه غلقت المساجد. لا ينبغي ان تكون هناك اعتبارات اخرى، وذلك يؤدي نعم شعائر الجمعة، شعائر الصلوات. سواء كان في الوطنية للصحة، وزارة الشؤون الدينية من خلال لجنة الفتوى اللي مرض التوصيل في هذا المجال، متى شافوا باللي قد انحصر درجة الخطورة الكبيرة في العدوى بما أن نفوس كثير من المجالات الأخرى، فينبغي أن ترجع المياه أيضا إلى مجاريها خصوصي بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم أستاذ جمال، لكن الجميع يتحدث يقول أنه كيف عادت الأسواق، عادت الكثير من الأنشطة التي فيها ازدحام والمساجد لا تعود. هل هذه المقارنة ربما عادلة عندما نقارن المساجد بأماكن أخرى؟ يعني طبعا هي ليست في بعض الجوانب، لأنه تختلف المساجد من حيث أنها نعم مفتوحة كالأسواق والشوارع والمراكز الأخرى،
الامر الثاني يعني الان اذا فتحت المساجد يعني من سوف يقف على الزام الناس اتخاذ اجراءات اليوم بقوه القانون وبالغرامات الماليه ولم تلتزم بالاجراءات فكيف ومن سيلزمها؟ أنا نتخوف من أين؟ يعني الحجم إذا فتحت وما زال في حقيقة الوباء نتخوف أنه يتحول المسجد إلى صراع بين اللي حاب يدير الإجراءات اللي حاب يدير الإجراءات اللي يتزل نعم أقدر الله ولكن على ما ينبغي أن يدرس وأن يكون اهتمام الإيجابي والمختصة العليا أن يكون مش يكون محل نظر أمر عظيم جدا لا ينبغي أن يكون هكذا أمر ثانوي قال ما زال خلاص ولكن ينبغي أن يهتم بهذا الأمر اهتمام الدائر جدا متى المعطيات الحقيقية الواقعية بفتحها ينبغي أن تفتح ولا تؤخر ولا صلاة واحدة. هل لكم مراسلات مع الوزارة الشؤون الدينية حول الموضوع يعني؟ طبعا كان عندنا مراسلات سابقة مع بداية الأزمة ومع الغلق ومع انتشار الوباء للأسف الوزارة لم ترد على مراسلاتنا لم ترد على أي واحدة منها رغم أنها كانت مراسلات كل بعد عن المطالب الاجتماعية العايمة وكانت صريحة بأنه احنا مستعدين نتعاون مع الوزارة في كل ما بشأنه أن يحد من انتشار هذا الوباء إلى غاية أن يرفعه الله سبحانه وتعالى لكن الوزراء لم ترد للأسف الشديد لم ترد بأي رد لا إيجابي ولا سلبي وهذا يطرح عدة تساؤلات عن حقيقة الشراكة الاجتماعية التي دعا لها رئيس الجمهورية ورئيس الوزير الأول وصرح بها الوزير الشؤون الدينية ولكن في الواقع لم منها أثر للأسف الشديد جدا. طيب هل ترى بأنه مطلب الناس بإعادة فتح المساجد هو مطلب مشروع يعني؟ الفتح في الفقهاء يقول لك الان هذا الامر ينبغي ان يمس ايضا المسجد الله لانه في حاجه اليها كما ذكرت في الاول لعده جوانب بسبب تعلقهم بها الان اذا هذا الناس اذا ما اعطنا لهمش المعطيات وقنعناهم باللي هذا الامر هو اللي ينبغي ان يكون الان بعد الفتح ونخلصوا هكذا كيهوموا هكذا كبرك في اقوال واقاويل هذا الامر يجذبهم ويقلقهم ينبغي ان نصارح الناس اليوم ونعطيهم المعطيات الحقيقيه والواقعيه المبنيه على دراسه حقائق علميه مما نبلغوهم بهذه المعطيات سوف يقدرون اما نخلوهم هكذا في ضباب الامور هذا ما ينبغي وهذا الطين بله كما نعم سي جمال كنت معنا اليوم شكرا لك الله يبارك فيك اهلا وسهلا. في خبر آخر سائقو الأجرة ورغم رفع الحظر عنهم والسماح لهم بالعودة إلى العمل لكن كان لهم رأي آخر في الامتناع عن العودة للعمل والاحتجاج على بعض الشروط الوقائية التي تم فرضها عليهم مثل وضع زجاج واقي ما بين الكراسي الأمامية والخلفية وضرورة وجود المعقمات داخل السيارة وتغيير ووضع أمور عازلة في الكراسي الخلفية وتبديلها بعد كل عملية وأيضا ضرورة أخذ شخص واحد في كل عملية لكن كان لهم رأي آخر للحديث أكثر في هذه النقطة نسعد بربط الاتصال أكثر بممثل سائقي الأجرة سيد أيت إبراهيم الحسين. سيد إبراهيم مرحبا بك معنا اليوم. أهلا بكم أهلا وسهلا. سيد إبراهيم ربما وصلتنا أخبار بأنه سائقي سيارة الأجرة يمتنعون عن العودة للعمل، ما هي الأسباب؟ يا سيدي بعد ما كان يعني توقف عن عمل هذه مدة 3 شهور بعد المعاناة الكبيرة من ناحية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لسائقي الأجرة فقد استبشرنا بالخير أن هناك يكون رفع يعني الحجر عن هذا الفئة باش يبداو العمل ولكن اليوم بالنسبة للشروط هذه اللي وضعوها يعني البروتوكول الصحي اللي وضعوه باش سائقي الأجرة يبدا العمل اتصلوا عدة سائقين وقال لك يعني ما نقدرش نستجيب لهذه الشروط كأن يستعمل الحاجز البلاستيكي داخل السيارة كأن تحمل زبون واحد كأن تعقم السيارة في كل يعني توصيلة يعني هناك شروط يعني كاين بعض الآخرين يعني قال لك تعجيزية ولهذا اليوم يعني بينتهم لي تاكسيور يعني السائقين داروا تجمع هنا في الخروبة وهنا جينا يعني نشوفوا هنا
لكن سي ابراهيم هي احترازات وقائيه، وانت تعرف انه الواقع الصحي غير مستقر. احنا ماناش قلنا يعني داروها يعني هذا الاحترام، هي ضروره، هي ضروره للوقايه، ولكن كان هناك يعني لازم نشوفوا مجالات اخرى. انا نشوف يعني في الاسواق، نشوف انا البارح كنت عند الباتيسري كذا، الغاشي موجود متلاصقين بعضهم بعض، وما كانش تباعد هذا الاجتماعي. اذا كان طيب. كل يوم غير اجات عن الطاكسي، خلي الطاكسي ما يخدمش اخويا، غطي له شويه المصاريف نتاعو اليوميه، كان ديروا مثلا ديروا لهم شهريه تاع الاجر القاعدي تاع 2 ملايين، نخليه ما يخدمش حتى يرفض ربي الوباء. اما يوم نعطي له مثلا نقول روح تخدم ونعطي له امور تعجيزيه، من ذلك اننا نضحكوا على اذقان هؤلاء الناس. الناس هذو قال اغلبهم قال انا ما نقدرش، روح انا ندير سيباراسيون. هذه ديجا لا سيباراسيون دي بلاستيك، هذا كليكسي بلاستيك، هذا يقول لك راه يتكلف بحوالي 500,000 يعني 5000 دينار حتى 8000 دينار. ثانيا يقول لك انا كل مره دوك نبدل انا لابابيت، ولا حتى الكليون نوفر له بابيت انا وندير جل القرعه الاخيره دير 80,000 اكسترا. كل هذه الامور يعني، وبالنسبه ثاني حتى التسعيره ما تحركش الوقود وتزاد، ويقول لك مازال انت ترفد كليون واحد تمشي به من مكان الى مكان، تصارخ مده ساعه معاه يعطيك 100 دينار، مانيش عارف انا تغطي بها الاعباء ولا واش تعمل. اذا لهذا اما ان يوفروا له الامكانيات من عند الدوله باش يخدم، ولا يخفوا له هذه الاجراءات. وما قالش يا خويا خفوا له الاجراءات هذو نبداو نعمل. طيب شكرا لك سي ابراهيم، كنت معنا بارك اليوم. بارك الله فيكم على الاتصال، شكرا. اهلا وسهلا، شكرا لك سي ابراهيم، كنت معنا اليوم. وعلى غرار الازمه الصحيه، هناك ازمه من نوع اخر، ازمه متعلقه بمستخدمي عقود ما قبل التشغيل، خاصه من تم ايقافهم لعدة أسباب، نذكر منها من تم إيقافهم بسبب مزاولتهم الدراسة. الأزمة تعود إلى سنة 2016 وما زالت تتكرر، وما زال أصحابها يطالبون بالنظر فيهم والنظر وإعطائهم حل لهم وفك عنهم هذه الغبن إن صح التعبير. للحديث أكثر في هذه النقطة نسعد بربط الاتصال من ولاية تبسة السيد يونس عادل، الممثل عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل. سي يونس أهلا مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا، شكرا لاستضافة صديقي. أهلا وسهلا عادل. مشكل كبير عقود ما قبل التشغيل، مازال يراوح مكانه. نعم. أنتم ربما تعانون منذ أعتقد أزيد من 4 سنوات. نعم 4 سنوات ونصف. نعم تفضل. نعم والله شكرا على الاستضافة أخي. والله حبيت نوضح مجموعة من المشاكل يعني رانا نتخبطوا بها. بالنسبة للموقوفين تعسفين بسبب الدراسة. التعليمة هذه اللي جات مثلا، اللي جات التعليمة وما راناش مطلعين عليها، التعليمة ومهجات برسكو. احنا كي كنا نخدمه وكان الحضور يمشي نورمال عادي جدا. طيب. حضورنا بالمؤسسات يعني يومي بشكل يومي. نعم. يعني عقود ما قبل التشغيل ربما كانوا الى نقدروا نزيدوا فيها كانوا يخدموا اكثر من الناس اللي كانت مترسمه. طيب زيد حاجه اخرى، نحن كي بلغونا بالشطب ما بلغوناش نورمالمون في العقد يقول لك انا السيد هذا الربع راح نفتخلوا العقد. لازم نبلغوا بسبع ايام ولا بقالب 15 طيب يوم. فقط عادل حتى نفهم، انتم موقوفون او تم ايقافكم قبل ان ينتهي مده العقد؟ نعم. وتم ايقافكم بسبب انكم كنتم 2013 كانت عقود مفتوحه على ما اظن. نعم يعني تم ايقافكم بسبب انكم كنتم تزاولون الدراسه. نعم يعني تم اخبارنا من طرف الوكالات المحليه او مديريه التشغيل. نعم. بان كوننا نزاول الدراسه. نعم. لان التعليم لم نطلع عليها جدا يعني مش فيهاش كما نقولوا احنا بالدارجه. غير اننا كنا يعني الحضور تاعنا دائما في المؤسسه، الدراسه لم تؤثر بتاتا ولا على سير العمل في المؤسسه. هل فيه مانع انك تزاول الدراسه وتشتغل ضمن عقود ما قبل التشغيل؟ والله يا صديقي نحن كي درنا نحن كي مضينا العقد سنه 2011 ما كناش نديروا خدمه اخرى. احنا وقتاش رحنا نقروا؟ احنا رحنا نقروا بعد ما عانينا من التهميش. علينا واحد يخدم 5 سنين ما يلقاش اسكو يدمج لها وما يقدرش يشارك في مسابقات اخرى. طيب. لازم عليه يطلع شويه نيفو يمشي يشارك شويه ولا يروح يدير. على ما اظن الماده 8 في عقودنا تسمح لنا بتكوين تكميلي.
وإعادة المهارات وزيادة في المهارات، سواء في دراسة التكميلية مثلا الماستر ليسونس يروح يدير ماستر، ولا واحد عنده دبلوم تاع تكوين مهني يروح يدير تقني مثلا يروح يدير تقني سامي، ولا من تقني سامي يروح يدير أثار أخرى. طيب يعني أنتم في مانع، في مادة تمنع أنك تشتغل عقود تشغيل وتمارس دراسة؟ لا أنا حسب علمي في العقد المادة 8 تسمح لي بالتكوين. طيب يعني ثم تفاجأتم أنكم تم فصلكم؟ نعم تم، يعني فوجئنا يعني كفاية 5 سنوات ولا 6 سنوات لسبب يعني أنك تدرس. يعني أنتم لا، نحن خيرنا قبل مديرية التشغيل ورحنا لهم قلنا لهم قلنا لهم أخويا إحنا ما ندرسوا، أخويا ندخلوا على الدراسة ونكملوا عقودنا، بالرغم أننا كانوا في نيدو في 800,000 ويخدموا بهم في دار عائل بها عائلة كاملة ب 800,000. نعم. يعني أجر زهيد جدا، لا يكفي حتى ربما حتى تكاليف النقل لمدة شهر. في النقل ما كانش واحد مثلا يقرأ مثلا كما كنت نقرأ أنا في بلدية الشريعة تبس، النقل يعني أحسب أنت كل يوم راهي 20,000 ولا 30,000. طيب سؤال البديهي الذي يطرح نفسهم، في ظل ضعف هذا المحصل الشهر، لماذا تمسكتم وما زلتم تتمسكون بهذه العقود إذا ما فيهاش فايدة يعني؟ والله نحن تمسكنا لأننا نحن ما عندناش سبيل آخر. درك الأخر فينا راه في 35 سنة. طيب. حتى في الوظيفة العمومية بها تروح تدير وظيفة ما يسمحلكش. واحد 35 37 سنه واش راح يخدم بعد ما خدم 7 سنين 6 سنين افنى شبابه في اطار عقود يعني هشه وسياسه تشغيل هشه اللي قررتها النظام السابق. نعم. احنا مسكين بها بيعت عقودنا ولا يديروا لنا حل، لان بعض البرلمانيين مشكورين على انهم تدخلوا وبعثوا رساله للوزير العمل، الرد نتاعهم قال لهم عندهم اولويه في القطاع الاقتصادي. احنا ما شفناش اولويه في القطاع الاقتصادي. يعني انتم تطالبون بالادماج؟ نحن نطالب بالادماج نحن كغيرنا. زيد مثال اخر، واحد مثلا كان يخدم في لاداس خدم شهرين تحول له الكونترا نتاعو للمديريه التشغيل ومن بعد يدمجوا في الدفعه الثالثه، خدم شهرين برك واللي خدم 7 سنين وخرج بسبب الدراسه. هل فيها اولويات في قضيه الادماج أم أنه هي بالأقدمية؟ كيف يتم الإدماج حسب علمك يعني؟ والله حسب علمي الإدماج حسب القرار اللي دارت الحكومة سابقا يعني ب5 سنوات فما فوق. طيب يعني تشتغل بعقد لمدة الدفعة الأولى رغم 8 سنوات فما فوق. يعني فيها ربما محابات حتى في عقود ما قبل التشغيل؟ لكم عقود ما قبل التشغيل هذا لازم يقول كما قلت لازم يحلوها ديريكتومون، لازم الفئه هذه كل واحد يدي حقه. واحد خدم 5 سنين وشطبطيه بسبب انه يدرس، يعني بالك راه بدا غير بدا يقرا شهرين، بدا يقرا شهرين خرج ليه، وعلاه ما تستدعيش وتقول له اسكو تكمل القرايه ولا تكمل العمل؟ يعني نعم تطالبون أنتم بحل جذري لهذه المشكلة يعني اليوم؟ نعم نحن ضحايا، نحن ضحية سياسة تشغيل هشة جدا. نطالب يعني إلى عندنا حق يعطوهولنا، إلى ما عندناش يقولنا ما عندكمش حق. هي رسالة مفتوحة إلى كل الجهات المعنية والوصية حتى تعيد النظر في هذه الفئة الكبيرة، يعني هناك عدد كبير ومعتبر جدا من يشتغلوا في عقود ما قبل التشغيل ويعانون التهميش، والكثير منهم تم إيقافهم لسبب وآخر. فنتمنى من الجهات الوصية أن تعيد النظر في هذا الملف. عادل يونس كنت معنا من تبس اليوم، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك أخي وربي يوفقك إن شاء الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الأفاضل بعد الفاصل، مستجدات دولية لا تذهب بعيدا. أعلنت وزارة الداخلية والصحة المغربية على إجراء جديد من أجل الحد من انتشار إصابة الكورونا وإعادة فتح البلد، وهو بحجر المصابين في مدينتين مغربيتين وهما بن سليمان وبن جرير، تخصيص مستشفيات هذين المدينتين من أجل وضع الحالات الإيجابية، وهذا من أجل عودة الحياة إلى البلد في غضون أو في تاريخ 20 من أجوان الجاري. و عمدت السلطات المغربية إلى هذا القرار كما قلت من أجل السماح إلى باقي المدن بالعودة إلى الحياة.
إلى جمهورية الجبل الأسود، هذا البلد الأوروبي الذي كان آخر بلد وصلت إليه الكورونا، يسجل إصابة بعد 21 يوم دون إصابة، ويذكر بأن هذه الإصابة كانت خارج البلد، وكان يخضع إلى حجر منزلي وعاد من خارج البلد منذ أسبوع، ويذكر بأن حالة الإصابات في هذا البلد كانت 325 إصابة، توفى منها 9 إصابات. إلى ألمانيا، وبالتحديد إلى مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، حيث شهدت احتجاجات من طرف أصحاب قاعات الاحتفالات الذين عبروا عن احتجاجهم وامتعاضهم عن العدد المسموح به للدخول إلى القاعات والذي حدد ب50 شخص فقط، وقالوا بأن هذا العدد يضر بنا نحن أصحاب القاعات من ناحية الدخل، ويطالبون بفتح المجال أكثر. ويذكر أن ألمانيا سجلت أكثر من 187,000 حالة إصابة وأكثر من 8,800 حالة وفاة. هذا كان بعض المستجدات في الشأن الدولي مشاهدينا الأفاضل، لا تذهبوا بعيدا، ما زلنا وإياكم بعد الفاصل. إلى السوشيال ميديا، وانتشار صورة من مدينة طهران، بالتحديد من حي لبسطي العريق، وبالتحديد من سوق هذا الحي، حيث أقدم شخص على حرق نفسه، وهو شخص يبيع الأحذية، وقال شهود عيان بأنه قام بحرق نفسه بعد أن منع من مزاولة نشاطه التجاري. فعلا حادث مؤسف، نتمنى من السلطات والجهات المعنية أن تراعي الظروف الاقتصادية للأشخاص وامتناحهم عن العمل، هناك من لم يعمل منذ 3 أشهر، وتراعي هذه المعطيات، ومن خلال هذه المعطيات تقدم حلول وتنظم بشكل أفضل الأسواق والمجالات التجارية. من وهران إلى تلمسان، في شقة آخر، تلمسان هي من بين المدن التي رفع عنها الحجر الكلي، التلمسانيون خرجوا في الليل يعبرون عن فرحهم، نتابع هذه المشاهد. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل مرة أخرى. بين إلزامية ارتداء الكمامة واستبدالها بأقنعة أخرى من إبداع المواطنين، هي تغطية للأخضر سماعي من ولاية النعم. في عدد جديد متجدد من حصة صوت الناس، تنقل ميكروفون قناة الأنيس لإحدى المناطق الفلاحية ببلدية البيوض لرصد مدى ثقافة اقتناء الكمامة، إلا أننا تفاجأنا أن العديد من موالي المنطقة اشتكوا من عدم توفير هذه المادة، ووجدوا البديل في استعمال العمامة التي تعرف باللهجة الجزائرية الحواقة. تابعونا. احنا هذه الكمامات تاع الكورونا احنا ما وصلتناش، ما لحقتناش، بصح احنا عندنا البديل بلا بها، عندنا البديل نستعملوا هذه الكمامات تاعنا، عندنا هذه احسن من الكمامات اللي مجينا. الكمامات هذه تقعد 24 ساعه تقاس، ولكن احنا هذه ما تقاش، هذه احنا نديروا الكمامات هكذا باش نحاربوا كورونا. احنا من جدود نستعملوها، استعملوا هذه الكمامات باش ما يدخل غبار، ما يدخل مرض، ما يدخل والو. احنا بدو روح والدولة ما عندنا ما نسألوا فيها، يعني باش حاربت هذا المرض، وعطات اللي كيقول له عطات الكمامات اللازمين ولا المقربين، بصح حنا البدو الرحل يعني مازال ما وصلوناش الكمية، واه مازال ما وصلتناش الكمية، حنا اللي نتسوقوا رانا نشروها، بصح برا مازال ما جاتنا لا جمعية لا اللي سربها علينا لا والو. نطلبوا من السلطات يديروا حساب البدو الرحل. واش نديروا غير من نتلاقوا بالشعب سوق ولا مع شعب، وما من يكون وحدك دير غير حوا،
بصح احنا الكمامة هذه ما وصلتناش، احنا نشوفوها يقولوا في الفيسبوك، يقولوا في التلفزيون، يقولوا في كلش، بصح احنا ما غنشوفوها غير في التلفزيون نشوفوا يقولوا كاينين، بصح احنا ما شفناهمش. انايا قبضوني داروا لي الرسالة، داروا لي روتري عليها هذه الكمامة، ما درتهاش قبل البراج تاع القطب، دار لي روتري عليه، وقعدنا رحت شريتها من برا، شريتها ب 12000. واه وما لقيتش، ما لقيت كون لقيت البديل، دروك شريت غير اللي تعاود، قال لك عندها 3 سوايع وتروح. صافي 12000 عندها 3 سوايع، 12000 انا ندير حوا غير ما نديرها ب 12000. إلا كاينة باطل يعطوها لنا، ولا ما كانش يدبروا علينا، هما اللي يعرفوا منين نجي. أنا نقول لهذ الجمعيات الخيرية هذو اللي مقسموا الكمامات، ماذا بهم يدوروا عند البذور ويروحوا لي يعطوهم الكمامات. يعطوهم مجموعة من الكمامات. مجموعة من الكمامات. رغم لأن الفيروس مازال عندنا في ولاية النعامة. مازال عندنا، ولكن كيعطوا حنا نحاربوا الفيروس، حنا بلا ما تعطينا الدولة نحاربوا فيها روحنا. حنا كاين يقعد بيننا وبين الواحد 2 متر 3 متر نحاربوا بعضنا. خاطر ما نستعملوا هذا الفيروس ما يرحمش. ولكن هذه الجمعيات هذو ماذا بينا يخرجوا للبذور يروحوا يعطوهم الكمامات. عاونوهم. باش يستعملهم دراري، حنا دراري صغار تولي ما يديروش، حنا نديرو حنا الشيوخ دائما هذه خدمتنا، باش نحاربوا هذا الفيروس، يخرجوا للنائية هذه يعطوهم الكمامات يسهلوا لهم، ونحاربوا هذا الكورونا المجوسة جرثومة هذه. حنا البديل من زمان يعني الحواق، نقولوا العمامة ونقولوا الحواق، هذا من زمان دايرين له القبرة، دايرين له المرض، دايرين له الرايحة، حاشاك من اللي ماهيش مليحة. اليوم رانا لاقي البديل، بصح لو كان تتوفر يقول له ماذا بنا. نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا بولاية النعمة الزميل الأخضر سماعي. الأخضر أهلا، مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا زميلي محمد الأندلسي وكل فريق الطاقم الإعلامي لقناتي الأنيس تيفي. أهلا وسهلا الأخضر، شاهدنا معا التغطية التي قمت بها حول الأقنعة وكيف أنه الكثير استبدلها بأمور أخرى في ظل انعدامها. نعم زميلي محمد، كانت لنا زيارة ميدانية لبوابي ولاية نعمة، تحديدا بلدية البيوض، خاصة الفلاحين. خاصة الفلاحين أخذنا انطباعات ثقافة إلزامية اقتناء الكمامة واستبدالها إن صح التعبير بالعمامة المعروفة باللهجة الجزائرية لجميع الفلاحين بالحواق. هم يشتكون أعتقد من عدم وصول الكمامات إليهم. نعم، على خلاف تغطيتنا الإعلامية منذ جائحة كوفيد 19 بولاية نعمة وعلى غرار باقي ولايات الوطن، العديد من الحركات الجمعوية قامت بتوزيع الكمامات مجانا عبر تراب ولاية نعمة إلى جانب ولاية نعمة وبعض المديريات التي على غرار مديرية التجارة، مديرية النشاط الاجتماعي، وكذا مراكز التكوين المهني التي شهدت كذلك تزويد ساكنة ولاية نعامة بتوزيع العديد من الكمامات، إلا أنها تبقى قليلة على حد تصريحات فلاحي منطقة بلدية البيوض ولاية نعامة. طيب، في بلدية البيوض التي قمت فيها بهذه التغطية، هل التمست وعي من طرف البدو الرحل على الأقل بضرورة ارتداء الكمامة والأمور الوقائية، وهل لديهم المعرفة الكافية بمرض كورونا؟ نعم، صراحة الفلاح الجزائري بولاية نعمة على دراية كاملة بمدى خطورة جائحة كوفيد 19، وذلك عدم توفر الكمية للكمامة لبوادي نعمة جعل ثقافة أخرى استبدالها بالعمامة لتقيهم من فيروس كوفيد 19. يعني الحاجة أم الاختراع إن صح التعبير. فربما نعم، خلينا نعود إلى كون النعامة هي أحد الولايات التي رفع عنها الحظر بشكل كلي، عودة الكثير من الأنشطة الاقتصادية إلى الأمن. نتساءل عن أولا ردة فعل سكان النعامة عن رفع الحظر. نعم زميلي محمد، على غرار باقي ولاية الوطن المعنية بقرار رفع الحجر الصحي الجزئي في زمن جائحة كوفيد 19، وضمن خريطة الطريق التي أعدتها الوزارة، شهدت ولاية نعامة استجابة كاملة للمواطنين في أول يوم من هذا القرار،
حيث تنقل مكتب قناة الأنيس للعديد من المحلات التجارية عبر الطريق الوطني رقم 06، وذلك لرصد مدى تطبيق هذا القرار، حيث التمسنا أن جميع المواطنين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم للعودة مجددا للحياة الطبيعية. طيب، هو الجهات المعنية أوصد ببعض الإجراءات الوقائية كالكمامة، بإلزامية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، هل الأمر مازال سكان عامة يحافظون عليه أم أنه اختلط الأمر؟ في خلال زيارتنا الميدانية في أول يوم، عشية أول يوم من هذا القرار، بعض المحلات تطبق القرار بحذافيره من إعطاء كل تاجر يعطي مجموعة من النصائح والإرشادات لكل زبون، خاصة ارتداء الكمامة إلى جانب التباعد الاجتماعي، إلا أن بعض التجار لمسنا منهم حسب تصريحاتهم أن العديد من المواطنين ليست لهم قابلية كيف أن صاحب المحل يقوم بإعطاء أوامر وهي في صالح الزبون. لكن على العموم حوالي 80% من المحلات التي زرناها عبر الطريق الوطني رقم 06 يعد الجناح المخصص للمحلات التجارية. التمسنا من العديد من المواطنين حسب تصريحاتهم لميكروفون قناة الأنيس أن فيه قابلية لتطبيق قرار الوزاري، وذلك من أجل التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات. طيب، أيضا الأخضر في قضية بعض مناطق الظل كما تسمى، وبعض المناطق التي ربما تعاني بعض الحرمان من التنمية، أعتقد هي المناطق الأكثر تضررا اقتصاديا، كيف كانت ردة فعلهم خصوصا هم أصحاب مناطق الظل يعني؟ نعم زميلي محمد، خلال زيارتنا أو تنقلاتنا الإعلامية للعديد من مناطق الظل، التمسنا أن في العديد من الانشغالات الخاصة بساكنة مناطق الظل في ظل جائحة كوفيد 19، إلا أن التمسنا فيه قابلية في الجهة المقابلة للحركة الجمعوية التي كانت في الصفوف الأولى وتنقلت إلى مناطق الظل من أجل مثلا توزيع القفص إلى المعدات الخاصة من الكمامات وغير ذلك. نحن نتمنى أنه أن يلتزم الجميع، لأنه أنت تعرف أنه الغلق دام لي ربما لثلاث أشهر والجميع الكثير تضرر اقتصاديا، حتى لا نضطر وتضطر الحكومة إلى إعادة الغلق الأنشطة الاقتصادية، فنتمنى أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية. الأخضر سماعي، كنت معنا اليوم من النعامة، شكرا لك. شكرا، أهلا وسهلا. شهدت ولاية بلعباس حرائق عديدة بغابات الولاية في الأيام الماضية، ما استدعى تدخل المطافئ، وتبقى أسباب هذه الحرائق مجهولة. تغطية لبدر مغربي. تم تسجيل أول حريق بغابة خميسيس التابعة إداريا لدائرة سيدي الحسن، وقد تم الإعلان الحريق حوالي الساعة 12:30 زوالا، وتم التدخل الفعلي على الساعة الواحدة. المتدخلين خمس سيارات تدخل أولي تابعة لمحافظة الغابات، ولاية سيدي بلعباس، دائرة سيدي علي بن يوب، دائرة سفيزف، الدائرة الغابية سيدي بلعباس، إضافة إلى دائرة الغابية تلاغ، يعني مجموعة خمس سيارات، إضافة إلى خمس سيارات تابعة للحماية المدنية وثلاث شاحنات، وإضافة إلى المجهود الجبار اللي سجل من طرف السكان المجاورين للغابة.
الأسباب تبقى مجهولة، ورغم صعوبة التدخل وذلك لهبوب رياح قوية، إلا أنه تم بتكاتف الجهود تم السيطرة على الحريق حوالي الساعة 6:15 مساء، وتم تسجيل حصيلة نهائية مقدرة بخمس هكتارات غابات مؤسسة من أصناف الصنوبر الحلبي والتنوب البربري. حريق آخر بنفس الغابة على الساعة 2:30 ليلا، حيث سخرت الحماية المدنية شاحنة إطفاء وتمت عملية الإخماد إلى جانب عملية الحراسة حتى الساعة 9:00 صباحا. تبقى دائما الأسباب مجهولة. نقدم نصيحة أيضا لسائقي الدراجات النارية بوضع الخوذة وعدم الإفراط في السرعة لسلامتهم وأمنهم. يعد طائر الحسون من الطيور المحمية في الجزائر ويمنع صيده، غير أن الكثير مازال يتعدى على هذا المنع ويصطاد طائر الحسون تغطية من ولاية النعامة للأخضر. سماعي مرة أخرى. هذا اليوم عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصدير ولاية النعامة بالتحديد بالمنطقة المسماة قرية بنجة نوار من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 11 صندوقا ب550 طائرة حسون، حيث تم حجز الطائر المذكور وتسليمه لمصالح الغابات من أجل إطلاقه في إطار التنوع الأيكولوجي لحماية الطيور المحمية. العملية تندرج في إطار محاربة ظاهرة الاتجار غير الشرعي للأصناف الحيوانية المحمية. تم بين الطيور النادرة والمهدد بالانقراض، وهو معرض كثيرا لتهديد الصيد الجائر. هذا الطائر محمي بقوة القانون، خاصة قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة والمرسوم التنفيذي 12-235 المتعلق بحماية الحيوانات البرية وقانون الصيد 04-07. هذه العملية تمت بالتعاون مع قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعمة ومصالح محافظة الغابات بالنعمة كذلك. إلى ولاية الطارف، حيث نظم المكتب الولائي للأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني حملة تنظيف بالمقبرة تغطية لفارس بوخات. في مبادرة مميزة هب لها جموع من الشباب ممن وفقهم الله لفعل الخير، وفي إطار التعاون على البر والتقوى قامت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية وبالتنسيق مع مختلف الجمعيات والمنظمات الفاعلة بولاية الطارف بحملة تطوعية لتنظيف وصيانة مقبرة الشاطئ الكبير بمدينة القالة، وهذا بعد الحالة التي آلت إليها. الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية المكتب الولائي بالطرف بتنسيق مع جمعيات وأكاديميات والمنظمات للمجتمع المدني ببلدية القالة بحملة تنظيف مقبرة القالة. الحمد لله رب العالمين، ربي سبحانه وفقنا في هذا النشاط الذي التف حول كل أهل الاقتصاد في ولاية الطارف. يعني جونا من كل البلديات، بلدية البسباس، الطارف، بن مهيدي، الدرعان، داغوسة، يعني جو لبوا نداء تاع الأكاديمية باش يوقفوا على هذه، ويعني كانت حالة كارثية والحمد لله ربي الحمد لله راح تكون متواصلة. الجمعة الجاية إن شاء الله والسبت الجاي ندعو المواطنين يعني باش يجوا ويعاونوا في نظافة المقبرة، وأجدكم ربي سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاركت المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر مكتب بلدية القالة في عملية تنظيف مقبرة الشاطئ الكبير، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لترقية المواطنة. كما نشكر خيري مدينة القالة على تقبلهم لهذه الدعوة وتلبية النداء والقيام بكامل التنظيفات اللازمة. ما
نشكر المكتب الولائي للأكاديمية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية السيد سيف كريم اللي وجه دعوة عامة ولبينا النداء وجينا للمقبرة تاع القالة باش ننظفوها إن شاء الله وديما في أي خير متلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت أكاديمية سلام في حملة وتنظيف مقبرة القالة المنظمة من طرف الأكاديمية الوطنية لتوعية ترقية المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية. بارك الله فيهم وجزاهم الله كل الخير والشكر. هذه المبادرة أعطت للمقبرة حلة جديدة أعادت لها هيبتها في انتظار أن تشمل هذه الفكرة كامل التراب الوطني. إلى هنا مشاهدينا الأفاضل نصل لنهاية عدد هذا اليوم وطي أوراقه. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. متابعة طيبة لبقية برامجنا. دمتم أوفياء في أمان الله.